والقدم. هنبتدي النهارده سيستم جديد اللي هو التشيست. وعشان نبتدي نعمل اكزامينيشن للتشيست دكتوره من فضلك في الازاز عشان we are going to uncover the patient. Our patient is going to be uncovered متعري from the level of the umbilicus لغايه فوق، مش لابس حاجه خالص. يبقى من اول umbilicus لغايه فوق كل الجزء ده مكشوف. واول حاجه بنبتدي زي اي سيستم عندي انسبكشن، بستخدم عيني بس وعلق بالبيشن، بستخدم ايدي وعلق بالكاشن واوسكالتيشن. وهنبتدي بالانسبكشن لوحده، واول حاجه بنعلق عليها في الانسبكشن زي الابدومين بالظبط، نمبر 1 شي. والشيب هو الشكل الخارجي بتاع الحاجه اللي ببص عليها، وانا ببص على التشيست بعلق على الشيب. وعشان اعلق على الشيب اوف ذا تشيست لازم ابقى واقفه يا اد ذا فوت اوف ذا بيشنت زي الدكتوره هنا، يا اد ذا هيد اوف ذا بيشنت زي الدكتوره اللي هنا، والتشيست قدامي متعلق. ايه النورمال وايه الابنورمال؟ النورمال ان لازم الناحيتين يبقوا زي بعض، ما الاقيش ناحيه عاليه وناحيه واطيه، يبقى الناحيتين لازم يبقوا سيماتريك. دي اول حاجه. تاني حاجه في دايمنشنز او بروبورشنز لازم ربنا خلقنا كلنا بيها. ايه النورمال بتاعها؟ النورمال شيب اوف ذا نورمال تشيست بهذا المنظر. ده اسمه سايد تو سايد دايمتر، وده اسمه انتروبوستيريور دايمتر. النورمال ريشيو بتاع السايد تو سايد دايمتر للانتروبوستيريور دايمتر از 7 الى 5. ده النورمال شيب اوف ذا نورمال تشيست. يبقى السايد تو سايد دايمتر اللي هو ده كده، والانتروبوستيريور دايمتر اللي هو ده. اوكي؟ الريشيو بتاع السايد تو سايد للانتروبوستيريور از 7 تو 5. ده النورمال بتاعنا كلنا، مش بس كده والناحيتين زي بعض، ما لاقيش ناحيه عاليه وناحيه واطيه. This is the normal shape of the normal chest. يجي يقول لك هتقيس ازاي؟ سايد تو سايد سهله، عيان نايم على السرير هروح منزلها مسطره كده ومسطره كده وعلم نقطتين وقومه واقيس المسافه بينهم. امال الانتروبوسيرو ده هيتقاس ازاي؟ وهو نايم هروح مطلعه مسطره على الحيطه وعلم، والسرير لغايه الحيطه وعلم، واروح قاسه المسافه بين الاثنين. يبقى كده جبت السايد تو سايد والانتروبوستيريو، المفروض يبقى الريشيو بتاع ده 7 لـ5. ده النورمال. طب ايه الابنورمال؟ الابنورمال عندي بياخد منظر حاجه من الاثنين. الابنورماليتي يا جنرالايز ابنورماليتي زي الابدومين بالظبط، يا لوكالايز ابنورماليتي. اللوكالايز ابنورماليتي تاخد منظر حاجه من الاثنين، يا لوكالايز فالف حته قد لفوق، يا لوكالايز ريتراكشن. يبقى كده ناحيتين مش سيماتريك، مش زي بعض، في ناحيه اعلى من الثانيه. يا لوكالايز فالف حته اعلى من الثانيه، يا لوكالايز ريتراكشن حته مشفوطه لتحت. طب انا بصيت لقيت العيان عنده ناحيه عاليه والثانيه واطيه، وحته عاليه والثانيه واطيه، مين النورمال؟ هل العاليه هي الابنورمال فيها فالف والواطيه هي النورمال؟ ولا العاليه هي النورمال والواطيه هي اللي فيها ريتراكشن؟ هعرف ازاي؟ I'm going to ask the patient to breathe. اقول له خد نفس. الراجل لما ياخد نفس الشست بتاعه هيتحرك. الناحيه اللي بتتحرك اكتر او احسن هي الناحيه النورمال، الناحيه اللي بتتحرك اقل هي الناحيه الابنورمال. لقيت اللي بيتحرك اقل اللي هو الابنورمال عالي، يبقى عندك لوكالايزد بانش. لقيتها واطيه يبقى عندك لوكالايزد ريتراكشن. ويجي هنا السؤال، وات ار ذا كوزز اوف بانش؟ ايه اللي يخلي حته اعلى من حته؟ دي بريكورديال بالج دي كارديو، انا عندي تشيست. يا ابني اسكت الله يرحم، يعني عشان خاطر انا كولابس يعني اللنج اتبططت وصخرت، هتعملي بالج ازاي؟ الناحيه الثانيه قلنا نورمال، انا بقول الابنورمال بالج. بقولك ايه؟ مش ممكن. بلورال افيوجن، ناحية عادية والتانية فيها بلورال افيوجن. تنشن نوموثوركس، ناحية عادية والتانية فيها تنشن نوموثوركس. ماس. اوكي؟ دول يدوني بلج. أمال إيه اللي يديني ريتراكشن على الناحية التانية؟ حاجتين. ها؟ يا فايبروزز يا كولابس. هو في انتوا ما بتاخدوش تشيست ولا إيه؟ يا هايل والله. فايبروزز اللي هي إيه؟
خيوط صوف طويله اتكونت، غسلتها كشف، راحت سحبت الدنيا كلها معاها لجوه، فحصل ريتراكشن. اوكي؟ الناحيه التانية، الحاجه الثانيه كولابس. يعني ايه كولابس؟ اللنج المفروض تبقى انفليتد بالهواء. تخيل حته سفنجه كده ورحت مكعببها بايدك ومليتها هواء وكعببتها كده، هو ده مليتها ميه وكعببتها كده خالص، يبقى حصل كولابس، يبقى اللنج كلها اتكونت فوق بعضها وبقت كولابس. فايه اللي هيحصل؟ الناحيه اللي فيها كولابس هتنزل لتحت. يبقى الكوزز اوف كولابس حاجتين مالهمش تاني، يا فايبروزز، سوري كوزز اوف للريتراكشن حاجتين، يا فايبروزز يا كولابس. اما الكوزز اوف بلج زي ما قلنا بلورال افيوجن او ماس او تنشن نوموثوركس. وبعرف ازاي الريتراكشن من البلج، عيان ياخد نفس، الناحيه بتتحرك اكتر دي نورمال، بص للتانيه لقيتها عاليه يبقى بلج، لقيتها واطيه يبقى ريتراكشن. ممكن نصحصح؟ انتوا جايين يعني واخدين المسافه من البيت عشان تناموا عندي هنا في حجري مثلا؟ في ايه يا جماعه؟ اصحى اصحى، ما حدش يجي لي يوم اثنين او اربع من غير ما يكون الصبح فطر وشرب الشاي والنسكافيه بتاعه. مش فايده؟ خدوا قهوه بقى في العضل بقى. نمبر 3، نمبر 2 chest expansion اللي هي movement of the chest wall with respiration اللي بنسميها chest expansion. ودي اعرفها ازاي؟ هقول للعيان بتاعي ياخد نفس وابص اشوف بيتحرك كويس ولا لا، ولازم ابقى عارفه ايه النورمال هنا وايه النورمال في الشيست اكسبانشن. حاجتين، اول حاجه ان الناحيتين يتحركوا زي بعض، الحاجه الثانيه ان الناحيتين يتحركوا زي بعض ويتحركوا كويس. يبقى عندي النورمال في الاكسبانشن حاجتين، الاقي الناحيتين بتوع الشيست يمين وشمال يتحركوا زي بعض، والنورمال الثانيه انه الاثنين يتحركوا زي بعض ويتحركوا كويس. طب امال ايه الابنورماليتي في الشيست اكسبانشن؟ حاجتين، يا الناحيتين ما بيتحركوش زي بعض، واحده بتتحرك كويس والثانيه بتتحرك قليل، وفي الحاله دي الناحيه اللي بتتحرك قليل هتبقى فيها يا لوكالايز بلج يا لوكالايز ريتراكشن. يا اما الابنورماليتي الثانيه الناحيتين بيتحركوا زي بعض ولكن بيتحركوا اقل من الطبيعي، يبقى في الحاله دي عندي بسميها ايه؟ bilateral restriction of mobility on both sides of the chest of the chest. ودي بتحصل في حالات chronic obstructive lung disease. خلاص احنا نسينا نتكلم على generalized abnormality. وانتوا نايمين وسايبيني ماشيه في ايه يا اخوانا؟ لا صحصحوا شويه، في حاجه مش طبيعيه النهارده، في حد مأثر علينا، في حد مأثر علينا، في لا المشكله انكم اثرتوا عليا، انا نسيت كمان الجنرال. لا بصوا نصحصح كلنا شويه، نصحصح. بتاع مين الكرسي ده؟ تعالي هنا عادي حد. ايه جنرالايزد ابنورماليتي يا جماعه في الشيب؟ ايه جنرالايزد ابنورماليتي في الشيب؟ يحصل عندي حاجه اسمها انكريز انترو بوستيريور دايمتر اوف ذا تشيست، يعني الريشيو بقى 7:5 ده هيبوظ، هبص الاقي انترو بوستيريور دايمتر اوف ذا تشيست عالي، يبقى الحته دي عملت ازاي؟ ابتدت تعلى، ابص الاقي دي ابتدت تعلى كده 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 لدرجه في الاخر ده الدايمتر ده انترو بوستيريور هيكبر، فالريشيو مش هيبقى 7:5، لا ده ممكن يبقى 7:6، 7:7، 7:8، اي حاجه. وفي الحاله دي التشيست منظره هيبقى مدور كده. This is what I call barrel shaped chest. زي البرميل الكبير اللي بتشوفوه بيرموا فيه زباله ويحرقوا فيه الزفت والكلام ده. فالتشيست لو خدت له transverse section كده هيبقى مدور. This is what I call barrel shaped chest. جوه في اماكن اللي عايز يخش يقعد. يبقى هنرجع مرجوعنا تاني من الاول خالص بعد ما صحصحنا، هنتكلم على الشيب او الشكل الخارجي. وعندي النورمال الشكل الخارجي الناحيتين سيمتريكال والريشيو سايد تو سايد الانترو بوستيريور دايمتر 7:5، ده النورمال. الابنورماليتي حاجه من اثنين، يا جنرالايز يا لوكالايز. لوكالايز قلنا يا بارج يا ريتراكشن، وعرفنا ازاي نفرق بينهم وايه سبب كل واحده. امال الجنرالايز ايه؟ هي جنرالايز انكريز انترو بوستيريور دايمتر اوف ذا تشيست بحيث انه يبقى بارل شيب تشيست. ودي بتحصل في كرونيك ابستراكتيف لانج ديزيز. ومن هنا ورايح كل كلمه هقولها بتحصل في كرونيك ابستراكتيف
اكسيد لانج ديزيز تحط لي تحتيها خط بالاحمر عشان في الاخر 99% من حالات الامتحان كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز. يبقى لو حفظت ايه اللي يبقى موجود فيه هتخش تمشي في الامتحان زي السكينه في الحلاوه لا في الكاتو في الزبده. الاكسبانشن بقى قلنا حركه الشيست مع الريسبيريشن، وقلنا نورمالي الناحيتين يتحركوا سيمتريكال زي بعض ويتحركوا كويس. الابنورمال حاجه من اتنين، يا الاتنين ما بيتحركوش سيمتريكال، واحده بتتحرك اكتر من واحده، في الحاله دي اللي ما بتتحركش كويس تبقى يا بالجر ريتراكشن، يا الاتنين بيتحركوا زي بعض بس اقل من الطبيعي، وفي الحاله دي بقول ريستريكتد موبيليتي اوف ذا تشيست، بايلاترال سيمتريكال ريستريكشن اوف موبيليتي اوف ذا تشيست، ودي تاني حاجه بتحصل في الكرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز. نخش في نمره ثلاثه. نمرة ثلاثة هعلق على ريسبيريشن. هعلق على ايه في الريسبيريشن؟ هعلق على أربع حاجات، هعلق على الريت، هعلق على الريتم. ريت يعني كم نفس في الدقيقة، ولما أقول لك كم نفس معناها طبعًا إنسبيريشن وإكسبيريشن بتحسب نفس واحد. ماشي؟ شكرًا. يبقى الهواء يخش ويطلع ده نفس واحد. هتعدي لي كام في الدقيقة؟ اوعي تصوري الانسولين ها؟ من فضلك يا دكتور. هو النورمال كام؟ 16 18 أكتر من 20 يبقى تاكيبنيا أو ديسنيا. أوكي؟ يبقى العيان لو بيقولوا This is ديسنيا. خلاص؟ طيب. أمال إيه الأرثوبوت؟ كويس. يبقى ديسنيا هي الواحد نفس ويحصل له تاكيبنيا اسرع من 20 او 22 وهو بيعمل اي حاجه. اورثوبنيا هي ديسنيا اون لاين داون ويتش امبروفز اون سيتنج او ستاندنج امبروفز. اوكي؟ مش ديسابيرز، تحسن القعده او الوقت. طيب امال الريزم ايه؟ الريزم ده اللي هو النورمال بتاعنا. ايه الابنورمالز؟ حاجات كتير قوي. في اسيدوتيك بريدنج، في كاينستوكس بريدنج، في مش عارف بايتو بريدنج، في مليون صف هنعرفهم السنه الجايه. اوكي؟ طيب على ايه تاني؟ نمره ثلاثه التايب اوف ريسبيريشن. هو انا عندي تايبس اوف ريسبيريشن؟ ايوه. اي دو هاف تو تايبس اوف ريسبيريشن. الميل التايب اوف ريسبيريشن عنده ديفرز فروم ذا تايب اوف ريسبيريشن ان ذا فيميل. لو احنا علينا واحد راجل ونيمناه وقلنا له خد نفس هنلاقي ان عضلات البطن بتاعته بتتحرك اكتر من عضلات الصدر. And this is what I call abdominal thoracic respiration. اطلع قدام شويه فيها ورا. امال في الفيميل العكس هو الصحيح. لو واحده ست نايمه وعريت صدرها وبصيت وهي بتتنفس هلاقي ان الانتركوستال ماسلز والريمز بتتحرك اكتر من الابدومينال ماسلز او الانتيريور ابدومينال وول ماسلز. فالتايب اوف ريسبيريشن في الفيميل از ثوراكو ابدومينال، بينما في الميل از ابدومينو ثوراكو. طب ليه ربنا عمل كده؟ عشان الست لو هي زي الميل الاصل بتاعي ابدومينو ثوراكو. الست لو هي زي الميل ابدومينو ثوراكو يبقى كل واحده تيجي تحمل هتخش في ديسنيا وريسبيراتوري فيلير وساينوزس اذا كانت عضلات بطنها بتشارك اكتر من عضلات الانتركوستال ماسلز. مين احسن؟ مين احسن؟ انا قلت يا ابني الاصل هو الابدومينو ثوراسيك لان عضلات الانتير ابدومينال وول اقوى. خلاص؟ يا رب يا رب فاضل اسبوعين في الراوند ده يا رب. يبقى لو ايه بقى الانديكيشن بتاع كده؟ جوه في اماكن فاضيه عشان تقعد. ايه الانديكيشن بتاع كده؟ ممكن تفتحي باب ده الاخر عشان بحب اشوف الناس اللي ورا الباب. يهمني ايه ان انا اعرف التايب؟ ان انا لو لقيت مين عنده التايب معكوس يعني عنده فيميل تايب اوف ريسبيريشن او العكس يبقى هنا حصل عندي مشكله في الريسبيراتوري سيستم. حصل مشكله بحيث ان النورمال مش موجود وابتدى حاجات اب نورمال تحصل. خلي دايما في اكسس يا دكتور الباب يتفتح ويتقفل عشان اللي عايز يخش، وفي كراسي في النص فاضيه، نطي واقعدي على اي كرسي في النص هنا. نمره اربعه بنعلق عليها في الريسبيريشن. اكسسوري ماسلز اوف ريسبيريشن. ايه هما الاكسسوري ماسلز؟ خليكم معايا والله اللي داخلين بني ادمين طبيعيين زينا ما فيهمش حاجه ازيد ولا اقل. نصولي انا
ايه الاكسسوري ماسلز اوف ريسبيريشن؟ كلنا بنسوق عربيات كويس وبنسافر. تخيل انت حضرتك كده العربيه بتاعتك ماشيه على اربع عجلات، انت مسافر في سكه وفي عطل حصل في عجله من العجلات، هتقف وتعطل؟ لا، هتنحي العطلانه دي تحطها على جنب وتجيب السبن بتاعك تحطه عشان تكمل مشوارك. ده بالظبط اللي بيحصل لينا. ربنا خلق لنا عضلات بنستخدمها نورمالي عشان نتنفس. واحنا بنتنفس ليه؟ فعلا كده. هو مره طلعت من بقه كلمه حلوه، عشان ناخد اكسجين. هو الاكسجين ده بيخش جسمي انا محتاجاه في ايه؟ عشان يحرق الميتابوليزم ويحرق لي الاكل اللي باكله. لما يحرق لي الاكل اللي باكله هيطلع عندي ايه؟ انرجي. الحمد لله اخدته بايو كيمستري كويس. الانرجي دي بتخليني اجي وامشي واطلع واشرح واتحرك واعمل كل الاكتيفيتيز بتاعتي. يبقى الاكسجين ده اساسي عندي، يبقى الريسبيراتوري سيستم دي مهمه جدا عندي. يبقى فايدتها ربنا خلق لي ليها عضلات عشان اتنفس، عشان اللي احنا قلناه. لو احنا او بيتشر علينا يعني حد جاله ديزيز في الشيست فابتدى فيه باثولوجي، فابتدى التنفس بتاعه بتاع الشيست مش كفايه عشان يديني الاكسجين الكافي عشان احرق واتحرك، هعطل؟ لا، ربنا يعمل لي حاجات ديفنسيف ميكانيزم لكي تستمر الحياه، عشان حياه البني ادم دي غاليه، اغلى حاجه في الدنيا هي حياه البني ادم، فربنا الحمد لله بيحافظ عليه. فقالك لو جالك ديزيز لا، ده انت عندك عضلات ستيبل اسمها الاكسسوري ماسلز نورمالي لا تستخدم في الريسبيريشن. انت تستخدم لو انا عييت وبقت عضلاتي مش كفايه وبقيت الاكسجين اللي انا بدخله مش كفايه، فابتدي اكول اون ماي اكسسوري ماسلز تساعدني في الريسبيريشن تو بروفايد اناف اكسجين عشان حياتي تستمر. ايه بقى العضلات دي اكسسوري ماسلز؟ لو احنا شايفين واحد عنده ديسنيا وعنده اي ديزيز في الشيست، تبص بيعمل زي كده، النيله ازاي الايله نزاي شغالين على اخرهم، استرنوماستويد كونتراكتد على اخرهم، اوكي، الترابيزيس اللاتيسمس دورسال كله شغال، بيكتوراليس، كل دي ماسلز نورمالي لا تعمل، لكن تعمل ان كيس اوف ديزيز في الشيست. اهمهم والعيان نايم قدامي كده اللور انتركوستال ماسلز اللي هي العضلات ما بين الضلوع التحتيه اللي في تحت 8 و9 والحتت دي. نورمالي لو عيان نايم قدامك واخد نفس during inspiration هتبص تلاقي اللور انتركوستال ماسلز دخلوا لجوه سنه، حصل لهم receding inwards. This is what I call Litten's sign. يبقى ايه هي الليتن ساين؟ ان العضلات بتاعت اللور انتركوستال ماسل تخش لجوه شويه، حاجه بسيطه نورمالي during inspiration او deep inspiration. في حاله الشيست ديزيز الاقي عندي exaggeration of Litten's sign. يبقى دي one of the accessory muscles. هقول للعيان خد نفس وهو بيتنفس هبص الاقي اللور انتركوستال ماسل اتشفط لجوه. This is called exaggeration of Litten's sign. دي indication لوجود طبعا chest disease و calling of accessory muscles of respiration. ممكن من فضلك نحشي صدرك لو سمحت. خد نفس. تمام؟ ايه رأيكم في اللور انتركوستلز؟ نفس؟ بيخشوا لجوه. نفس؟ في هنشوف patients فيهم اكتر من ده كمان، هنخشوا لجوه. اوكي This is called exaggeration of Litten's sign. يبقى كده خلصت شيف، خلصت expansion، خلصت respiration. Number 4 pulsation. البالسيشنز يعني حته فيها بالس، في كراسي جوه فاضيه اللي عايز يقعد، حته فيها بالس في الجسم. والبالسيشنز هما بتوع الشيست هيتقالوا بالتفصيل في الكارد. صحي لي يا عمرو اللي نايم ورا ده، هتقلق. اي والله بتبص لمين؟ ما انت اللي نايم. بعلق على البالسيشنز في الشيست او في الكارديو في خمس اماكن هنقولهم وهنقول بالتفصيل ممل في الكارديو. نكتبهم بعدين نشرحهم. نمبر 1 عندي الايدز، نمبر 2 الديجستيون،
نمبر 3 ليفت فرستنا، نمبر 4 السكند ليفت سبيس اللي هي وات وي كول بالمونري اريا، نمبر 5 السكند رايت سبيس اللي هي وات وي كول اورتيك اريا. كل ده انسبكشن. يبقى هبص بعيني على الايدز، هو انا الايبكس نورمالي مكانه فين؟ ليفت فيس انتركوستال سبيس ايه؟ 100 كلافيكولر لاين. لا مش قادره والله مش قادره. يبقى في ليفت انتركوستال سبيس 100 كلافيكولر لاين، ده النورمال بليس او سايد اوف ذا نورمال ايبكس. هو انا لما اجي احدد الايبكس بحدده ازاي؟ اول حاجه خليكم معايا يا اخوانا، بلاش سايد توكس تعملوا لي ديستراكشن. هروح بص بعيني انسبكشن، هلاقي حته بتعمل بالسيشن، عايز اعرف دي ايبكس ولا حاجه ثانيه. شفتها بعيني هروح حاطه صباعي عليها اتاكد ان في بالسيشن، دي الايبكس هبتدي اوصفه زي ما هنوصفه في الكارديو. طب فرضنا انا بصيت بعيني ما لقيتش بالسيشن، مفيش ايبكس، لا هتروح حاطط ايدك كلها، هتحس تحت ايدك حاجه بتبالسيت، هتروح شايل ايدك ومحدد الحته اللي هتلاقي حسيت فيها البالسيشنز تحت ايدك، شايل ايدك ومحددها بالصباع وتحس ان فيها بالسيشن، يبقى ده الايبكس. خلاص؟ يبقى this is how to find the apex. هبص بعيني، لقيته اتاكد بصباعين، ما لقيتوش احط ايد كف ايدي كلها، حسيت تحت ايدي بالسيشنز اشيل ايدي واحط صباعين على الحته اللي حسيت فيها ويبقى ده الايبكس. نورمالي فينا الايبكس لازم يتشاف ولا لا؟ لا. ايه راي حضرتك يا فندم؟ ايه؟ مع عصعصين بس؟ نورمالي نورمالي الايبكس لازم يتشاف. خلاص؟ ده مع عصعصين ولا مفطحين؟ يبقى نورمالي الايبكس لازم اشوفه واحسه. لو ما شفتوش وما حسيتوش ليها اسباب. لازم هتتقال، يعني نقولها دلوقتي هنقولها في الكارت. يبقى what are the cause of absent apical beat؟ ده سؤال بيتسال كتير قوي. امتى ابص ما الاقيش الايبكس بتاعي واحط ايدي مش حساه؟ This is abnormal، راح فين؟ نمبر 1 حظه ان الايبكس اتغير مكانه ووقع بيهايند قريب. يبقى نمبر 1 ايبكس بيهايند قريب. نمبر 2 chronic obstructive lung disease، اللنج حصل لها هايبر انفليشن، اتملت هواء فغطت على الايبكس فمش شايفاه ولا حساه. ودي من الحاجات اللي بشخص بيها chronic obstructive lung disease absent apical beat. يبقى دي نمره الثلاثه اتحط تحتها خط بالاحمر. داكستروكارديا، الهارت مش هنا خالص، جه الناحيه الثانيه. بلورال افيوجن، عندي افيوجن مغطي الدانيا. بيريكارديال افيوجن، اوكي ثيك وول اوف ذا تشيست، سواء اذا كانت اوبيزيتي فات واحد تخين قوي او ميكس ديما او ايديما في الوول اوف ذا تشيست. يبقى ذيز ار ذا كوزز اوف ابسنت ابيكال بيت. انما نورمالي الايبكس يتشاف ويتحس. خلاص؟ يبقى في حالات الكرونيك ابستراكتيف لانج ديزيز ممكن ابص ما الاقيش الايبكس واحط ايدي ما احسوش، ليه؟ اللانج بقت هايبر انفليتد وغطيت لي على الايبكس. نخش في اللي بعديها الابيجاستري. هو احنا الكلام ده شرحناه في الابدو وقلت نورمالي في الابيجاستري المفروض ان انا انزل بعيني لغايه على نفس الليفل اند اي ام جوينج تو اسك ذا بيشنت تو ستوب بريزنج عشان يمنع حركه الانتيريور ابدومينال وول مع الريسبيريشن. وابص على الابيجاستري لو لقيت فيه بالسيشن هروح حاطه ايدي اوكي كده وادوس واشوف البالسيشنز بتخبط في ايدي منين. لو البالسيشنز بتخبط في ايدي من فوق او من الشمال في التيبس اوف ماي فينجرز يبقى جايه من رايت فينتركل. لو بتخبط في ايدي من يمين العيان في الثام تبقى جايه من الليفر. لو بتخبط في بطن ايدي من تحت في البال يبقى جايه من الاورطه. ونورمالي احس بالسيشنز هنا في الناس الرفيعين وبتبقى جايه من اورطه. ده النور الابنورمال طبعا اللي انا الاقيها جايه من رايت فنتركل او جايه من الايبكس. طيب سوري من الليفر. طيب
ممكن تبصوا معايا الحته دي مهمه. هو يعني ايه كرونيك ابستراكتيف لانجز؟ ايه اللي بيحصل في العيان المدخن اللي بيقعد يدخن سنين طويله او يشم في اتربه او شغال في مصنع اسمده او اسمنت او سيراميك او دقيق؟ اوكي؟ ايه اللي بيحصل؟ بيحصل يجيله كرونيك برونكايتس، يقعد يكح 3 شهور في السنه لمده 3 سنين ورا بعض، يكح ويجيب بلغم، يكح ويجيب بلغم، وتبتدي تزيد الفترات وياخد دواء يرتاح، لكن المشكله اللي ما زالت موجوده، بيشم في قرف فيرجع يخف ويكح تاني، يخف ويكح تاني. يخش في كرونيك برونكايتس او انفيزيما، والاثنين بنقول عليهم كرونيك ابستراكتيف لانج ديزيز. ايه اللي بيحصل؟ عشان نفهم كل الشرح اللي جاي. ان من الباثولوجي اللي موجوده بيحصل برونكوسباز، يعني البرونكاي والبرونكيولز بتضيق. الانسبيريشن الهواء وهو داخل this is an active process. يعني ايه؟ يعني لما اجي اخد نفس في حاجات بتساعدني عشان اخد نفس. ايه اللي بيحصل؟ هلاقي الماسلز اوف الدايفرام حصل لها كونتراكشن، فالدايفرام نزل لتحت. الانتركوستال ماسلز حصل لها كونتراكشن، فالريبز عالية، فالتشست واسع، فحصل نيجاتيف بريشر، الهواء يتشفط لجوه. يبقى this is active، في حاجه بتساعد الهواء انه يخش. امال الاكسبيريشن ايه؟ this is completely passive، الهواء بيروح خارج لوحده. فلما العيان يحصل له كرونيك برونكايتس او كرونيك ابستراكتيف لانج ديزيز بيحصل برونكوسباز، الدنيا بتتقفل عنده، فالمجاري اللي بيمشي فيها الهواء بتضيق. فلما يجي ياخد نفس دي اكتف، في حاجه بتشد الهواء لجوه، فالهواء يخش يوسع لنفسه ويروح داخل. بس يا مدام ماجده لما اطلع هتبعحه، بس خليني اكمل الدرس، اعملوا غياب لو عايزين وارجع. اوكي؟ طيب يبقى الهواء وهو داخل بيوسع لنفسه. خليكم معايا، ناس طالعه في ايه؟ مش ممكن، خشوا من بره، خشوا اقعدوا جوه. امال الاكسبيريشن الهواء وهو خارج this is passive، لا في حاجه بتسحبه من بره ولا في حاجه بتزقه من جوه عشان يطلع. يقوم ايه اللي هيحصل؟ الهواء يخش كويس ويوسع لنفسه، ويجي يخرج جزء يخرج والتاني يفضل جوه. يبقى كل نفس يخش جزء منه يطلع، وشويه صغيرين يفضلوا جوه. في يوم، في شهر، في سنه ابص الاقي حصل لي ايه؟ هايبر انفليشن اوف ذا تشيست. التشيست بسميه تمدد في الرئه، الرئه بقت هايبر انفليتد. عشان كده بيحصل انكريز انتروبوستيرير دايمتر اوف ذا تشيست، وعشان كده بيحصل انها بتغطي لي على الايبيكال بيت. خليكم معايا بقى، احنا كده فهمنا حاجات كتير بتحصل. لا بصوا بقى اللي جاي، ان لما اللنجة يحصل لها المشكله دي وتبقى هايبر انفليتد، البريشر جوه اللنجة هيحصل له ايه؟ هيزيد. هو الدم بيطلع من اللنج، راح من القلب لللنج عشان يتنقى، بيطلع من فين؟ ها؟ من الرايت فنتركل. الدم بيتكون يا حبيبي من الجسم، يخش الهارت عن طريق السوبيريور انفيريور فينا كيفي على الرايت اتريوم. لا انا عايز المصدر من في الهارت منين؟ وينزل من الرايت اتريوم الى الرايت فنتركل، والرايت فنتركل يعمل كونتراكشن يدفع الدم الى اللنج عشان يتنقى. طب لما البريشر يزيد جوه اللنج، يبقى الرايت فنتركل عشان يدفع الدم اجينست هاي بريشر مش هيعمل كونتراكشن كده، لا ده لازم يعمل كونتراكشن جامد لان البريشر قدامه عالي. فيبتدي يعمل كونتراكشن كامل، في يوم، في اثنين، في شهر، في شهرين، في سنه، الجزء الذي يستخدم اكثر يحصل له ايه؟ هايبرتروفي. يبقى يحصل عندي رايت فنتريكولر انلارجمنت. This is what I call كوربالمونيل. يبقى ايه الكوربالمونيل او ايه الكوربالمونيل؟ بصوا مهم قوي اللي هقول. يبقى كوربالمونيل از، كلكم معايا، از رايت فنتريكولر انلارجمنت بلس اور ماينس فيلير. يعني ممكن يكون عندي رايت فنتريكولر فيلير على راسي، وممكن ما عنديش، مش مهم، اسمها كوربالمونيل برضه. يبقى كوربالمونيل از رايت فنتريكولر انلارجمنت بلس اور ماينس فيلير ديو تو تشيست ديزيز. كمل، شوفوا كملوا، ويتش از نوت ديو تو ليفت فنتريكولر ديزيز. مهم قوي، لان انا لو عندي ليفت فنتريكولر فيلير، عيان جاي بكارديو اي حاجه، مايتر سيروز اي حاجه، وعنده ليفت فنتريكولر فيلير،
فالليفت فنتركل لما هتفيل اوكي مش هتعرف تدفع الدم كويس. الدم جاي للليفت فنتركل من اللنج، فبالتالي لما الليفت فنتركل مش شغاله كويس الدم هيتحوش في اللنج، اللنج البريشر فيها هيزيد، هتلف تعمل لي بريشر زايد في الرايت فنتركل، هيحصل لي رايت فنتركلر انلارجمنت سكندري تو ذا ليفت فنتركلر فيلير. ذس از نوت كور بالمونيل. يبقى الكور بالمونيل از رايت فنتركلر انلارجمنت بلس اور ماينس فيلير ويتش از سكندري تو تشيست ديزيز، اند ذس تشيست ديزيز از نوت سكندري تو ليفت فنتركلر فيلير. وضحت؟ في حد مش فاهم اللي قلته؟ ذس از فيري امبورتنت. يبقى كأن أنا one of the complications of chronic obstructive lung disease هي كور بالمونين اللي هي right ventricular enlargement أو فيل. يبقى أنا كل ده ليه؟ عشان أقول النقطة دي أن الإبيجاستريك pulsations في حالة chronic obstructive lung disease لو حطيت إيدي ممكن ألاقيها جاياني من فوق ومن الشمال، جاية منين؟ من right ventricle. والright ventricle إيه اللي خلاه يكبر ويفيل؟ اللي خلاه يكبر ويديني هنا epigastric pulsations لو انا عندي كور بالمونيل. والكور بالمونيل يجي منين؟ شرحته خلاص. يبقى في حاله كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز ممكن احط ايدي في الابيجاستر الاقي عندي epigastric pulsations of right ventricular origin. مش بس كده، ده لو الرايت فنتريكولر انلارجمنت ده قلب بفيلير وبقى عندي رايت فنتريكولر فيلير الليفر هيحصل لها ايه؟ هتبقى pulsating وكونجستد ليفر. يبقى في الحاله دي هلاقي الابيجاستريك بارتيشنز كمان ممكن تكون جايه لي من الليفر. نعم. الاول ما بحسش الايبكس وبعدين في اخر الايبكس تبقى شكلها لون الاخر. انا ماشي ما بتكلمش على الايبكس خالص يا دكتور، الايبكس ده كارديو، انا مش بتكلم في تشيس في الابيجاستريك بارتيشنز. خلاص؟ في 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 الكرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز الايبكس كله ما بيتشافش، اللانج بتكون تبقى مغطيه كله. قصدي لما انا ما بتكلمش على الايبكس دلوقتي، انا بتكلم على الابيجاستريك بارتيشنز. مش هتشوفه لا كده ولا كده ولا فوق ولا تحت. اصل مثلا الفيلر هيبقى شيفتد الاول. ايوه هيبقى شيفتد بس مش هتشوفه لان في عندك هايبر انفليشن. ما دخلناش في سايد توكس بعيد عن اللي بنقوله. يبقى بنتكلم على الابيجاستريك بالسيشنز. يبقى في حاله الكرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز ممكن الاقي الابيجاستريك بالسيشنز، ممكن احط ايدي الاقيها جايه لي من فوق او من الشمال وتبقى اوف رايت فنتريكولار اوريجن ديو تو رايت فنتريكولار انلارجمنت ديو تو كور بالمونيه، وممكن الاقيها جايه لي من يمين العيان وتبقى اوف هيباتيك اوريجين ديو تو رايت فنتريكولار فيلير اللي بيحصل برضو في الكور بالموني. اتفهمت؟ فيري امبورتنت. يبقى خلصنا الايبكس، خلصنا الابيجاستريم، اللفت باراستيرن. اللفت باراستيرنال بالسيشنز دي بتتشاف في ثلاث اماكن. بتتشاف في الثالث والرابع والخامس لفت انتركوستال سبيسز جاست lateral to the sternum. يبقى لو انا عندي دي sternum هبتدي اعد همشي ايدي على sternum، ايدي طلعت ونزلت على انجل اللي هي sternal angle angle of loss، همشي معايا كده هلاقيها لازقه في ريب، الريب ده الريب نمره 2، اول سبيس تحتيها هتبقى السكند سبيس ماليش دعوه، بعد كده عندي 3 و4 و5 دول اللي بشوف فيهم الليفت parasternal pulsations في السبيس 3 و4 و5 just to the left of the sternum. هشوفهم ازاي؟ ممكن ابص بعيني اشوفهم، وممكن لو عايز اعمل لهم بالبيشن ليهم طريقه، يفرع صوابعي كده واحط كل صباع في سبيس واحس كده يحسهم هنا بالحته اللي بين الثينر والهايبو ثينر امنس، احط كده كده صح وكده صح اوكي. يبقى كل صباع في سبيس 3 و4 و5 واحس او احس كده. ايه سبب الليفت باراسترنال بالسيشنز؟ رايت فنتريكولار انلارجمنت. ممكن تتحس due to corpulmonary، ولكن في اغلب الاحيان بتبقى موجوده وما بحسهاش ولا بشوفها. ليه؟ due to hyper inflation of the lung. ماشي يا جماعه؟ طيب نخش على السكند سبيس، والسكند سبيس دي اللي بسميها البالمونري اريا. يبقى اعد نفس العدد بتاعي السكند ريب، ادي السكند سبيس، ابص بعيني اشوف في بالسيشنز ولا لا، وممكن احس بقى في البالبيشن بايدي لو لقيت بالسيشنز في السكند سبيس اللي هي البالمونري اريا equals pulmonary hypertension. يبقى اي pulsation في second space ده equals pulmonary hypertension. هتشرح بالتفصيل ده في الكارد. هتنقل من second left للسكند right space نفس الحكايه. هشوف صحيح لنا عمرو ده
بالبوكس في عينه بقى، واخد بالك؟ هقتلكوا يا جماعه، انتوا جايين تناموا هنا؟ يا ناس شويه، انتوا صاحيين من بدري عشاني؟ انا ماليش دعوه رايحين تحضروا محاضره نسا، انا مالي؟ انا لاقيكم صحصحين وانتوا جايين في السكه كده، اشربوا قهوه سيف وبن. السكند رايت سبيس هبص عليها واشوفها، لو لقيت فيها بالسيشنز يبقى دي جايه من سيستميك هايبرتنشن، دي بالمونري هايبرتنشن، دي سيستميك هايبرتنشن. ايوه كده، قوم اقعد كده عشان تسمع. لازم نشوفها من البالسيشنز اللي في الشيست. نمره 5 اخر حاجه خالص، اني ابنورماليتي، اي ابنورماليتي في الشيست انكلودنج بقى اي دايليتد فينز، اي سكاز اوف اوبريشن، حته مدقلله، حته نازله، اي حاجه. يبقى كده يا اخوانا الانسبكشن اوف ذا تشيست في 5 نقط. يا عمرو، كل اللي اسمهم عمرو يسكتوا. عندي شيب، اكسبانشن، ريسبيريشن، بالسيشن، اني ابنورماليتي، ونخش على نمبر 1. الترتيب اللي انا هقوله ده هتصموه، لانكم لو ما حسيتوش بالترتيب اللي هقوله هتنسوا نص الحاجات. في ممتحنين يقعد يقول لك بالبيت تشيست ويقعد لك كده 6 نقط او 7 نقط مستنيك اما تخلصوا. لو ما وصلتش بالترتيب اللي انا هقوله هتنساهم. نمبر 1 تشيست اكسبانشن، اللي احنا شفناه بعيننا هنا هنشوفه بايدنا هنا، يبقى تشيست اكسبانشن. التشيست اكسبانشن بتاع التشيست بيتعمل على 3 محاور، الماماري والسوبرا ماماري والانفرا ماماري. بيتعمل ازاي على السوبرا ماماري؟ ماماري يعني ليفل اوف ذا نيبلز، سوبرا ماماري فوق النيبلز، انفرا ماماري تحت النيبلز. هيتعمل ازاي في السوبرا ماماري؟ ايديا كده، انا هعمله على البيشنت وهرسمها لكم عشان ما حدش يقول انا مش شايف. لو ده الشيست ده بني ادم عايزه السوبرا ميموري، السوبرا ميموري ايديا بارل تويتش. خلونا يا جماعه دايما ميل جنبي بعمله ديمونستريشن، محوطيني بالحريم، مش هقدر اوقف ست واعمل عليها كده، خلوني راجل جنبي. لو البيشنت في ميل نفس الحكايه يا حبيبي، هو الليفل اوف ذا نيبلز كام؟ تي 10 في النص، خلاص؟ يبقى سوبرا ميموري فوق، ايديا بارل تو ايتش اذر هيتحطوا فوق خالص كده. And I'm going to ask the patient to breathe واشوف حركه ايدي بتطلع وتنزل. ايه النورمال؟ ان الناحيتين يتحركوا زي بعض ويتحركوا كويس. خلاص؟ يبقى هاجي فوق كده اقول له خد نفس اهو. هشوف ايديا بتتحرك ازاي. لازم الاثنين يتحركوا زي بعض ويتحركوا كويس. الميموري at the level of the nipples هحضن البيشنت كده. خلاص؟ يبقى ايدي كلها نايمه على صدره ومريحه على الجلد بتاعه. بعد ما حطيت ايدي كده هروح ضم ايديا لبعض. لما هضم ايدي لبعض هيبقى في عندي سكين فولد في النص، يبقى احضن البيشنت واروح ضم ايدي لبعض، في سكين فولد هتبقى في النص، واقول له خد نفس. لما هياخد نفس ايديا هتبعد وهتخش. ايه النورمال؟ الاثنين يبعدوا بنفس المقدار ويخشوا ويتحركوا كويس. ايه الابنورمال؟ الاقي ناحيه بتبعد او بتتحرك اكتر من الثانيه. امال الانفرا ميموري ايه؟ دي على الكوستال مارجن. هحس الكوستال مارجن ده اهو وده اهو، واحط ايد كده وايد كده نفس الحكايه، واروح ضامه ايديا عامله سكين فولد في النص، واقول له خد نفس. لازم الاثنين يتحركوا زي بعض ويتحركوا كويس. ماشي يا عمرو؟ يبقى فوق. الله انا ما بظبطش، انا بصحيكم. يبقى ايديا كده، خد نفس، اخد نفس، هاجي على النيبلز اهو، احضن البيشنت كده واروح ضم ايدي، عملت سكين فولد، خد نفس، خد نفس، طلع اهو ايديا بتبعد وبتخش. لازم يتحركوا كويس وزي بعض. وهاجي تحت على الكوستال مارجن اهو على الايه الايدج، واحط كده واقول له خد نفس اهو.
وايديا بتبعد وتخش. طبعا هنا بيتحركوا زي بعض بس اقل من الطبيعي. ايه النورمال؟ الاثنين يتحركوا زي بعض يتحركوا كويس. ايه الاب نورمال؟ ناحيه تتحرك اكتر من ناحيه وفي الحاله دي الناحيه ما تتحركش كويس هتلاقي فيها يا بانش يا ريتراكشن. ايه الاب نورمالتي الثانيه؟ ان الاثنين يتحركوا زي بعض بس يتحركوا اقل من الطبيعي وفي الحاله دي بايلاترال سيميتريكال ريستريكشن اوف موبيليتي بتحصل مع حالات كرونيك اوبستراكتيف لانج ديز. كده خلصنا اول نقطه اللي هي الشيست اكسبانشن. وعندنا هنا ناس كتير دكتوره دوله تحب قوي تسال فيه، وريني يا ابني ازاي بتشوف الشيست اكسبانشن. نمبر 2 بصوا بقى، نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 الثلاثه بيبتدوا بحرف التي خلاص عشان ما ننساش. خليكم معايا بقى، نمرة 5 و6 الاثنين بيبتدوا بحرف البي، وبعدين نمرة 7 اني ابنورمالتي. يبقى كده عمرها ما هتتنسي. يبقى عندي 7 نقط، اول واحده تشست اكسبانشن، 3 تي و2 بي واني ابنورمالتي. لو ما حفظتوش الترتيب ده هتنسوه. اول تي عندي اي تي قبل الثانيه الترتيب ما يهمنيش، المهم في 3 تي. اول تي تراكيه، عايز اشوف التراكيه سنترال ولا لا، واللي فيكم حضر الجزء اللي انا كنت بشرح فيه الجنرال اكزامينيشن، قلت لما نيجي للتشست هنقول اول حاجه لما اقول لك يا دكتور شوف لي التراكيه سنترال ولا لا او اكزامن ذا تراكيه، اول حاجه تعملها هنقعد العيان او هتوقفه. لو ابتديت تشوفها سنترال ولا لا والعيان نايم انت خدت زيرو بتاعك مبطل خلاص. عندي طريقتين اشوف فيهم التراكيه سنترال ولا لا. التراكيه دي تقع في نص الجسم، دي بعلم بيها الميدل لاين بتاع الجسم في النص. في عندي هنا ستيرنوماستويد وفي عندي هنا ستيرنوماستويد خلاص، ودي الحته اخر ستيرنم من فوق اسمها سوبرا ستيرنال نوتش. فالتراكيه كده، هاجي في السوبرا ستيرنال نوتش واحط ايدي صباعي ده الاندكس فينجر مايل على سيفه كده. يعني ايه مايل؟ يعني النيل باصص لبره، وادخله مره بين اللور اند اوف دي تراكيه واللور اند اوف دي ستيرنوماستويد. فين؟ في سوبرا ستيرنال نوتش. يبقى مره كده واقف اهو على سيفه واروح قلبها كده الناحيه الثانيه وادخله كده اوكي، واشوف المسافه. المفروض العيان بتاعي اعمله كده مره للناس دي ومره كده اهو شايفين، واروح قلبه صباعي كده واعملها كده اوكي. ممكن حضرتك تلف وهم يشوفوك، امسك يا دكتوره دول لو سمحتي. امسكي بايدك كده جنب فضلك اهو، هاجي كده ايدي على راسه سنتره راسه، لا يبص يمين ولا شمال، واروح جايه بصباعي لاترال كده ومدخلاه مره هنا اهو بين اللور اند. هنزل كده عشان الدنيا تبقى لابس اهي بين التراكيه واللور اند اوف ستيرنوماستول، واروح قلب اصباعي كده الناحيه الثانيه واروح مدخلها كده اهو. المفروض يخش هنا بمقدار ويخش هنا بنفس المقدار، ما ينفعش الاقي ناحيه واسعه والثانيه مزنقه. دي اول طريقه. في طريقه ثانيه هستخدم الثلاث صوابع، الصباع الرينج فينجر على ستيرنو كلافيكولار جوينت دي، والاندكس فينجر على ستيرنو كلافيكولار جوينت الثانيه، والصباع الميدل فينجر ده هيخش مره كده وهيخش مره كده اوكي. دي اصعب الطريقه دي الحقيقه اصعب اهي كده وكده اهو مره كده ومره كده. دي اصعب وبتوجع الايد، دي وجعتني. دي اسهل بكتير، يبقى صباعي لاترال يخش كده مره وكده مره ماشي. ايه اهميتها دي؟ خير انديكيشن وجود حاجه معينه يعني؟ الحاجه اللي ما تخدمنيش في الطب مش عايزاها. لا انا ما انا ما انا لا الحاجه دي ما سمعتهاش. انا ما هم مين؟ في البطن ما ماشي لما تخش له قول له. اوكي؟ طيب نورمالي ان التراكيه تبقى سنتر، يبقى نمبر 1 ذا بيشنت شود بي سيتنج، نمبر 2 ايدك الشمال على راس العيان مسنطره في النص عشان ما يبصش لا يمين ولا شمال، نمبر 3 ام جوينج تو يوز ماي اندكس فينجر واقف على سيفه، يعني النيل لبره وادخله مره في السوبرا ستيرنال نوتش بين التراكيه واللور اند اوف ذا ستيرنوماستويد مره كده ومره الناحيه الثانيه. نورمالي المسافتين قد بعض. يجي السؤال الشهير، وات ار ذا كوزز اوف التراكيه شيفت؟ لو انا عندي التراكيه بقت شيفت تو ذا رايت سايد، ايه سبب حاجه زي كده؟ قلنا نقسم، فهمتكم بقى ازاي ناخد نعمه. هنقسم يبقى تراكيه شيفت يا حاجه بولينج
to the same side of the ship هي حاجة pushing from the opposite side. ايه الحاجة ال pulling to the same side؟ fibrosis and collapse. ملهمش تاني. يبقى يا خيوط صوف كبيرة كشف فسحبت التراكية، يا اللانج بدل ما هي inflated اتكببت وبقت كولابس فسحبت معاها التراكية. These are the two causes of tracheal shift to the same side or pulling to the same side. ايه اللي هيزق من الناحية التانية؟ اكتبوا اللي انا هقوله او يعني خليه في دماغكم. كل حاجة هتقولها هتبقى صح ما عدا chronic obstructive lung disease. فما حدش فيكم يتفلط كده ويروح قايل لي chronic obstructive lung disease. ليه؟ because chronic obstructive lung disease is a bilateral disease. دي بتنفليت ودي بتنفليت التراكية في النص. امال ايه اللي يبوش من الاوبوزيت سايد؟ كل حاجه هتقولها هتبقى كويسه. ثايمس في العيال الصغيرين كبرت هتزق التراكيه. ريتروسترنال ثايرويد في الناس الكبار كبرت هتزق التراكيه. اوكي؟ بلورال افيوجن يزق التراكيه. نوموتوراكس يزق التراكيه. ماس يزق التراكيه. خلاص؟ يبقى اي حاجه هتقولها تطلع صح ما عدا كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز. يبقى ديز ار ذا كوزز اوف تراكيال شيف. نخش في التي الثانيه تندرنس. ايه التندرنس دي وبتتعمل ازاي؟ فوق بتكة كده بايدي على كل حته في الشيست وابص لوش العيان، لو لقيت فيه بين او اجوني يبقى دي ستاندر في الحته اللي انا بدوس فيها. هاجي في اللور انتركوستال ماسل واروح مفرطه صوابعي كده ومدخله كل صباع في انتركوستال سبيس وادوس كده واشوف التندرنس تحت. يبقى فوق هتكة كده وابص لوش العيان في كل حته واجي تحت افرق صوابعي واخش في اللور انتركوستلز وادوس كده واشوف فيه عندي تندرنس ولا لا. ويجي السؤال الشهير هنا وات ار ذا كوزز اوف تندر تشيست؟ امتى ادوس والعيان يتقل؟ هنمشي من بره لجوه عشان ما انساش. اول حاجه بتقابلني السكين، يبقى عندي هيربس وسيليولايتس. خلاص انفكشنز في السكن. خش جوه شويه عندك ريب فراكشر ريب. واحد اخذ لقميه ولا بوكس ولا حاجه كسرت له ضلع. واحد اخذ لقميه ولا بوكس ما كسرتش الضلع بس عملت انتركوستال ماينسايتس، تمزق في العضلات ما بين الضلوع. يبقى عندك سكن، عندك ريبس، عندك انتركوستال ماسل. خش جوه شويه عندك بلورا، يبقى بلوريس انفلاميشن اوف ذا بلورا يديك تندر تشيست. خش جوه شويه عندك اللنج، ابسس في اللنج، تنشن نوموثوركس يديك تندر تشيست، او اي ثرومبوزس جوه لو بره لو سوبرفيشال في اللنج تديك تندر تشيست. يبقى ديز ار ذا كوزز اوف تندر تشيست. نخش على التي نمره ثلاثه اللي هي التي في اف اللي هي تاكتايل فوكال فريميدس. وما هو التاكتايل فوكال فريميدس بالعربي؟ هو صدى الصوت المحسوس. حضرتك لما تتكلم في صدى لصوتك. لو انا سمعت الصدى ده هسمعه بودني، لو انا حسيته هحسه بايدي. لو حسيت صدى الصوت اللي انا بكلمه بايدي this is called tactile vocal frimitis. يبقى احسه ازاي؟ لو انت حطيت ايدك على اللارنكس وكلمت هتحس فايبريشن، هو ده نفس اللي هتحسه في الشيست بس طبعا مش واضح قوي زي ده. اوكي، فعشان احس التكتايل فوكال فريمتس ام جوينت تو اسك ماي بيشنت ان هو يقول حاجه عشان احس الفايبريشنز بتاعها بايدي. اتفق على ان احنا بنقول للبيشنت قول 4 4. في ناس بقى تخش تقول لك ايه؟ اصل حرف العين ده ليه مزيكا وحرف الب ده بيعمل صدى مش عارف في النخاع الاولي ولا الاخراني، ماشي؟ وحرف الر ده بيعمل فايبريشن مش عارف فين. بره لا عندهم عين ولا ر ولا ب، بره بيقولوا 99 او 66 وبيعملوا بيها التكتايل فوكال فريمز. امال احنا ليه بنقول 4 4؟ اتعودنا على كده. يعني يا دكتور لو قلت 5 5 مش هتمشي؟ هتمشي. لو قلت 9 9 هتمشي. اوكي؟ لو قلت 9 1 911 تمشي بره. فاحنا اتفقنا بس اننا بنقول 4 4. طيب هشوف ازاي التكتايل فوكال فريمتس. في زي
سابني هنا مش عارفه طالع منين. يعني قاعده في حجري وفي حضني وبتسيبني؟ يعني مش ممكن يعني. واستنى تسكت ما بتسكتش، تسكت ما بتسكتش ومستمرين بتتكلم نفسها مش عارفه على طول والله قاعده مستمر في سنه التانيه عارفه منين؟ هشوف التكتايل فوكال فريمتس ازاي؟ I'm going to ask my patient انه يقول 4-4. انت بتاخد النمره على ايه؟ You are going to use one and the same hand. لو قلت له قول 4-4 هتحط لي ايدك الاثنين كده؟ خدت الصفر لايه؟ مبطل. ده بيبقى اعرض من الصفر الطبيعي. ليه؟ لان ممكن احساسي بالايد دي يبقى مش زي الاحساس بالايد دي. فعشان احس صح لازم اوحد معيار الحكم. يبقى ايدي واحدة اللي هستخدمها قول يا عم 4-4 على 4-4 على كل حتة في الشيء. ايه النورمال؟ ان انا احسه نورمال. ايه بقى ده؟ تروح حضرتك في البيت على اخواتك كل ما اخوك رايح جاي تعالى يا واد 4-4 يمشي تعالى 4-4 وتجيله بمبناش مش هتعرف تحس امتى الابنورمال غير لو عرفت النورمال. النورمال مش هتحسه مرة، تحسه 100 مرة. شوف انا بقول لك this is very important. كل ما حد يروح ويجي تعالى قول 4-4 قول 4-4 خلاص؟ لازم عشان تعرف احساس النورمال ايه. وبالتالي الابنورمال هيبقى يا انكريز يا ديكريز. يعني ايه انكريز؟ يعني هو يقول 4-4 احط ايدي احس ان صدى الصوت ده اعلى من الطبيعي. طب اعرف ازاي؟ لازم ابقى عارفه الطبيعي. طب ايه اللي بيخلي صدى الصوت اعلى من الطبيعي؟ ليها ميكانيزم. يا جماعه اللي عايزين يخرجوا وناويين يخرجوا يعملوا امضى ولا يروحوا ما يرجعوش يقعدوا بره. في الحته دي يعني صعب. بصي هتقومي كام نفر عشان تخرجي وهتعطلينا. كلكم هتخرجوا ما تبقوش تيجوا تاني. بالسلامه. يلا. وسعالوا. عندكم درس؟ غياب فين؟ طريقه تعملوا غياب في الدور السادس خسيتوا. اقصى عليك. لا راجعين تاني يا دكتور ان شاء الله كمان. انت ساكت روح اعمل الخياب وتعالى يلا. مش سامعاك. ما تعملوش دكتور. ممكن اقعد يا حبيبي في الحته اللي تريحك. انت بتراقب اختار احسن حته واقعد فيها. مش مشكله خالص ومحدش يخاطب. خش يا عم اقعد يا عم. خش خش اقعدوا جوه. هم يجوا يقعدوا بقى يلا. بس الله يخليك يعني اقعد ما تزودش مكان عشان الناس تقعد. خش. ممكن نكمل؟ هل لي ان استكمل الدرس؟ نعم لو سمحت. اغلق الباب يا عزيزي. ممكن نقفل افواهنا لو سمحتوا؟ انا هاخدك معايا البيت وانا مروحه. مش قادره استغنى عنك في حياتي بعد كده. مش قادره. حاضر. كنت بتقول ايه يا دكتور عمرو؟ انا ناسي. كنت انا بقول ايه؟ انا كنت بتفكرني ايه الميكانيزم بتاع النسيج اللي دكتور ماشي. هو ايه الميكانيزم؟ انت قول التكتايل فوكال فريمتس بيزيد وبيزيد ليه؟ لو انا واقفه تحت طبعا انا مش هعمل كده. واحد من الولاد اللي هم انت واقف تحت وعايز تنادي صاحبك في الدور التاسع علي. لا يا علي مش هينزل لك علي. بتروح عامل ازاي كده يا علي؟ شفت الصوت؟ الصوت علي. ايه اللي بيخلي الصوت يعلى؟ ان انا التداخل مين يا علي؟ ان انا بروح قافله قافله على شويه هواء مقفولين في مكان في سبيس. فلما بتكلم فيهم الصوت بيعلى ازاي؟ دي فيزيكس. الصوت بيجي يخبط هنا ويرد يخبط هنا ويخبط هنا ويخبط هنا ويخبط هنا ويخبط هنا. طول ما هو رايح جاي رايح جاي دي بتعلي الصوت. يبقى نفس الميكانيزم. عشان الاقي التكتايل فوكال فريمتس عندي هنا الصوت اللي بيقوله عالي لازم يكون عندي شويه هواء مقفول عليهم في حته مقفوله. ده الميكانيزم اللي يخلي التكتايل فوكال فريمتس تعلى. يبقى لما يقول لك وات ار ذا كوزز اوف انكريز تكتايل فوكال فريمتس هتفكر ايه اللي بيعمل لك في الشيست هواء محشور في حته مقفوله. وهقول لك هما ثلاث اسباب والثلاثه بيبتدوا بحرف السين.
نمبر 1 كافيتي. كافيتيشن ايه؟ كافيتيشن واحد عنده تي بي وعمل ابسس والابسس خف وفضل تي بي كافيتي. تحققت لي المعادله، هوا محصور في حته مقفوله، يعمل انجليزي تكتال بوكال فريمز. نمبر 2 كونسوليديشن. يعني ايه كونسوليديشن؟ يعني انا ربنا عامل لي البرونكيال تري ممكن توسع وتضيق على حسب الهواء اللي داخل وخارج، اوكي؟ لما البرونكيال تري دي بدل ما يبقى فيها ماسلز ويحصل فيها باثولوجي هتبقى زي السوليد، تبقى زي الماسوره اللي فوق دي، لا قادره تتمدد ولا قادره تنقبض، تبقى كونسوليديتد، تبقى سوليد. هتحقق لي نفس النظريه، هواء محشور في حته مقفوله. يبقى في الحاله دي هحط ايدي على الحته اللي فيها كونسوليديشن، هلاقي في عندي انكريز تكتايل فوكال فريمتس. امال ايه الثالثه؟ كولابس ويز بيتن برونكس. يعني ايه هذا الكلام؟ لو حضرتك قلت لي كولابس وسكت خلاص هتاخد صفر، لان كولابس يعني ايه؟ كولابس يعني اللنج جات واتبططت وصغرت. بالعكس ده هنا مفيش تكتايل فوكال فريمتس خالص، ده انت هتلاقي ديكريس تكتايل فوكال فريمتس. هو يعني ايه كولابس؟ لو انا عندي دي البرونكيال تري بتاعتي، خليكي زي ما انت يا دكتوره ما تخافيش مفيش مشكله. ودول التو مين برونكار، وانا عندي هنا لنج وهنا لنج. يعني ايه كولابس؟ يعني اللنج دي جت وبدل ما بقى فيها هواء اتبططت وجت كلها بقت هنا كده، اتكونت كلها هنا كده. وكل ده بقى خلاص لورا لازقه فيها ومفيش عندي هنا اللنج متبطط. هو ايه اللي بيسبب الكولابس؟ فطالش كولابس دي لي كذا سبب. لو انا عندي دي تشيست وول وجات واحد حصل له اي بنتريتنج انجوري وعندي جوه بريشر اقل من بره، نيجاتيف بريشر، الهواء هيروح داخل يعني حصل لي حاجه اسمها وان واي فال، يخش يجي يخرج ما يعرفش، فيبقى البريشر بتاع الهواء ده هيزيد، هيروح اللنج دي يزقها كلها تبقى كولابس، اللنج هتبقى كولابس والهواء هيزق برضو البرونكس، هيبقى البرونكس ده كولابس. يبقى كده اللنج هيحصل لها كولابس والبرونكس كولابس. يبقى كده ما عنديش هواء محشور في حته، هحط ايدي هحس التكتايل فوكال فريمتس قل. ده اللي هو كومبريشن كولابس. في عندي نوع تاني من الكولابس خدناه في الباثولوجي اسمه ابستراكشن كولابس. واحد طفس بدل ما ياكل لقمه قد كده او حته لحمه قد كده عايز يخطف من اخواته، خد حته لحمه كبيره اكلها بدل ما تتبلع وهو مستعجل عايز ياخد الثانيه، فراحت نزلت في التراكيه سدت لي هنا. لما كان سددت هنا مفيش هوا داخل اللنج. الهوا اللي جوه اللنج اللي اوريدي بعد يوم اتنين تلاته اربعه هيمتص خلاص، فاللنج مفيش هوا داخلها هيحصل لها كولابس، هتيجي اللنج تتكبب هنا، لكن ده مازال مفتوح هيبقى بيتنت برونكس. هيحقق لي بقى النظريه بتاعتي، شويه هوا محشورين في حته مقفوله، احط ايدي عليه واقول للعيال يقول اربعه اربعه احسها انكريز تكتايل فوكال فريندز. فلو سمحت لو جيت قلت لي كولابس لازم تقول لي ويز بيتن بروكس، نسيت ما تقوليش كولابس لوحده، ما بتقولهاش احسن، لان كولابس لوحده يديك ديكريز تكتايل فوكال فريندز. يبقى في حاله الاوبستراكتيف كولابس لان كولابس لازم يبقى في عندي بيتن بروكس، حته مفتوحه فيها هواء ومقفوله على الهواء، يبقى هواء محشور في حته مقفوله، حقق لي النظريه بتاعتي. يبقى اسباب الانكريز تكتايل فوكال فريمتس ثلاثه، فكرتهم ايه؟ هواء محشور في حته مقفوله، يا كافيتي يا كونسوليديشن يا كولابس ويز بيتن برونكس، تتصم. طب ايه اسباب بقى الديكريز تكتايل فوكال فريمتس؟ اي حاجه ثانيه هتقولها هتبقى صح. بلورال افيوجن، كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز، مش عارف اي حاجه هتقولها ماس في اي حته، كل ده هيديك ديكريز تكتايل فوكال فريمتس. نخش بقى على نمره خمسه، عندي اتنين بي، اول بي بالسيشن، والبالسيشنز يا اخوانا هم في الخمس اماكن دول، ايبكس ايبيجاستيوم ليفت باراستيرنم ليفت سكند سبيس ورايت سكند سبيس سيبيرين، اوكي؟ اللي انا شفته بعيني هحطه بايدي، اوكي؟
احط ايدي على الايبكس واحسه واتاكد ان هو ايبكس. هحط ايدي في الابيجاستريم واشوف البالسيشنز جايه منين. هحط ايدي في الليفت باراسترنال اريا واشوف في بالسيشنز ولا لا عشان اشوف في رايت فنتركل ولا لا. هحط ايدي في السكند ليفت سبيس، هحط ايدي في السكند رايت سبيس. خلاص يبقى ده البالبيشن. لسه قايل البي نمره 6 البي الثانيه بالبابل ساوند. وايه البالبابل ساوند اللي عندي اللي ممكن احسهم بايدي على الشيست؟ اثنين، يا ويزز ودول هنشرحها بالتفصيل ممل حالا، يا كريبيتيشنز. ايه الويزز وايه الكريبيتيشنز؟ هنشرحهم حالا في الاوسكالتيشن. ويزز اللي هي تزييد السد، ايه او دي الحاجات اللي بحسها بايدي. ايه ال الكريبيتيشن؟ طق 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 احسها بايدي. اوكي، فهحط ايدي في اي حته في الشيست واقول له خد نفس. حسيت حاجه اقول في بالبابل ويزز او بالبابل كريبيتيشنز، مفيش يبقى نو بالبابل ساوند. في كل حته بقى خد نفس خد نفس خد نفس واحس كل حته في الشيست. اخر حاجه خالص اني ابنورماليتي، اي حاجه بقى انت شايفها مش عاجباك غير اللي قلناه ده عايز تحسها حسها وعلق عليها. يبقى البالبيشن عندي سبع نقط: chest expansion، تراكيه، tenderness، تقطع البوكال بريميتس، pulsations، palpable sounds، و any abnormality. ونخش فيه نمبر 1. اول حاجه percussion في اي سيستم هي مش سامع. يبقى نمبر 1 upper border of liver. البركاشن بتاع الابر بوردر اوف ذا ليفر ده اسمه ونوعه يبقى تايدر باي هيفي بركاشن. ونورمال الابر بوردر اوف ذا ليفر مكانه فين؟ فيفث اني سبيس. نقول كلام بقى ناخد عليه نبات. فيفث رايت انتركوستال سبيس بين كلافيكولار لاين. خليكم محددين في كلامكم عشان الممتحن يحس انكم عارفين. ما بي... والله لما واحد بيبقى كده ما بكملش معاه الامتحان. انما فيفث سبيس، طب يا ابني انهي واحده؟ الراي فين يا ابني بالظبط؟ ميت لا ميت لا مش معاه. هو مين اللي عارف؟ ما بياخدش نمره زي اللي بيرد التاني. عندك اعتراض؟ خلاص يبقى هبتدي ازاي البركاشن بتاعي. هعد جبت السكند ريب سكند سبيس هيفي خبطتين ريزونت، ثالث خبطتين هيفي ريزونت، الرابع ريزونت نورمالي، الخامس يا داليا امبير هوقف ايدي مكانها اخد نفس، اللانج انفليتد تزق الليفر لتحت هخبط اللي كان دال بقى احلف ان ده حالات الكرونيك ابستراكتيف لانج ديزيز. تبص تلاقي الطالب ابتدى ينزل، وصل للخامس ريزونت، السادس ريزونت، السابع ريزونت، اتخض ابتدى يطلع تاني وبعدين رجع ينزل تاني وبعدين رجع طلع ويفضل الطالب طالع نازل طالع نازل وانا عيني معاه طالعه نازل. انا مستنيه هيقول ايه؟ طب ما انت عارف ان في حالات الكرونيك ابستراكتيف لانج ديزيز اللانج بتبقى هايبر انفليتد، فبتبقى يحصل لها ايه؟ حاجه مهمه قوي، بتغطي على الدالنس بتاعت الابر بوردر اوف ذا ليفر، تغطي على دي اسمها انكروتشمنت اون ذا دالنس اوف ذا ابر بوردر اوف ذا ليفر. ودي من اهم الحاجات اللي بشخص بيها كرونيك ابستراكتيف لانج ديزيز. يبقى هلاقي عندي انكروتشمنت اون ذا دالنس اوف ذا ابر بوردر اوف ذا ليفر. ممكن ما الاقيش الدالنس في الخامس، ممكن الاقيها في السادس، ممكن الاقيها في السابع، ممكن. ايه اللي حصل؟ انها الهايبر انفليشن اوف ذا لانج غطى على الدالنس اوف البوردر اوف ذا ليفر فمبقاش في مكانه. يبقى دي نمبر 1 في البركشن. نمبر 2 هبركش فور بير اريا اوف ذا هارت. ايه البير اريا اوف ذا هارت؟ كلنا عارفين احنا وي هاف تو لانجز. اللانج دي هانتيريور بورد. الانتيريور بوردر بتاع الرايت لانج يختلف عن الانتيريور بوردر اوف ذا ليفت لانج. الانتيريور ده اناتوم. الانتيريور بوردر بتاع الرايت لانج نازل من فوق ستريت لغايه الريب نمره 9 ويلف ويرجع لورا. الانتيريور لوب اوف ذا ليفت لانج مختلف، ينزل ستريت لغايه الريب نمره 4 ويروح داخل كده عامل تقويره مقور مفيش لانج خالص، ويرجع تاني عند الريب نمره 6 وينزل من الريب نمره 6 للريب نمره 8 ويروح لافف وراجع لورا. اذا بقى عندي مكان هنا من الريب الرابع للريب السادس الحته دي مقوره كده ما فيهاش
عشان كده بسميها بير. بير يعني عريانة. يبقى بير اريا اوف ذا هارت دي اريا الهارت فيها بيبقى موجود متعري مش متغطي باللنج. يبقى لو انا جيت عملت بيركاشن في الحته دي هبركاس على الهارت اوكي عشان اشوفه في دالنس بتاعه الهارت ولا لا، موجود ولا لا. الهارت هنا ملزوق تحت ايدي على طول، مفيش بيني وبينه لنج، يبقى البركاشن هنا هيبقى لايت ولا هيفي؟ لايت. دي اول حاجه. لما هخبط باي لايت بركاشن تحت ايدي على طول في ايه؟ هارت، يبقى البركاشن هنا هيديني ريزونانت ولا دالنس؟ This is the norm. عشان كده بسميه area of cardiac dullness. Cardiac dullness. The normal. يبقى normally لما اعمل percussion للبير area by light percussion لازم تبقى dull. The normal. هعمل percussion ازاي؟ هعد. انا قلت من الريب نمرة 4 للريب نمرة 6 يبقى انهي تو سبيسز اللي هخبط فيهم؟ 4 اللي هي السبيس اللي تحت الريب الرابع، وخمسة اللي هي السبيس تحت الريب الخامس، لان الاريا دي محصوره بين الريب الرابع والريب السادس. يبقى I'm going to percuss in two spaces. The fourth space with the fifth space. Fifth just lateral to the stem. يبقى احط صباعي كده باللايت بيركشن وخبط وباللايت بيركشن وخبط. لازم يبقوا الاثنين دول دل. This is the normal. امال ايه الابنورمال؟ ان انا اجي اخبط لايت بيركشن في الحته دي ما الاقيش دلنس، الاقي ريزونانس. ويجي هنا السؤال الشهير، دكتور جمال السعدي بيعشق هذا السؤال. What are the causes of resonant bear area؟ امتى اخبط الاقي هنا ريزونانس؟ نمبر 1 كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز، خط بالاحمر. ودي من ضمن الحاجات اللي بشخص بيها كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز. يبقى في حالات الكرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز بيحصل انكروتشمنت اون ذا دالنس اوف ذا ابر بوردر اوف ذا ليفر وانكروتشمنت اون ذا كاردياك دالنس في البير اريا. فيري امبورتنت. يبقى دي اول سبب كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز. ثاني سبب نوموثوركس، اخبط الاقي تحت ايدي هواء في نوموثوركس. السبب الثالث ديكستروكارديا، الهارت بدل ما هو هنا جه هنا فهخبط مش هلاقي هارت. يبقى ذيز ار ذا 3 كوزز اوف ريزونانت بير اي. خلصنا البير اريا، نخش نمره 3 بيركشن اوف اللنج يمين وشمال. هو انا لما اجي اخبط تحت ايدي على طول في لنج ولا في حاجه ثانيه؟ لنج. يبقى بيركشن اوف ذا لنج از دان باي لايت بيركشن. طب هسألك سؤال، لو انت عامل بيركاشن عمرو برضو خليك معايا يا عمرو، انت كنت نايم ولا ايه؟ لا طيب لو انا بعمل بيركاشن في البير اريا اوف ذا هارت لايت بيركاشن هجيب الدلس بتاعت الهارت. طب انا لو جيت في البير اريا وعملت هيفي بيركاشن هجيب ايه؟ هجيب اللنج اللي تحت الهارت. مهم قوي. خلاص يبقى البير اريا عشان كده لازم تعمل فيها لايت بيركشن. لو غلطت وعملت هيفي بيركشن هتطلع لك ريزونانت وهتغلط وتقول لي ريزونانت بير اريا. لا انت عملت هيفي بيركشن انت كده تعديت الهارت وجبت اللي تحت الهارت اللي هو اللنج. ماشي يا جماعه؟ فالبيركشن اوف ذا بير اريا لازم يبقى لايت بيركشن. لما اجي اخبط اعمل بيركشن في اللنج هعمله باي لايت بيركشن لان اللنج تحت ايدي على طول. هعمله ازاي؟ عندك طريقتين، يا تمسك انت هتبركس سبيس باي سبيس في كل اللاين، يا تمسك عندك الميت كلافيكولار لاين، عندك انتيرير اكزيلاري لاين، الميت اكزيلاري لاين، البوستيرير اكزيلاري لاين، ومن ورا السكابيولار لاين والبارا فيرتبرال لاين. قدامك حاجه من اتنين، يا تمسك لاين لاين وتخلصه اوكي، يا تمسك كل سبيس هنا وتقارنها بسبيس اللي هنا على نفس اللاين اوكي. اختار اللي تريحك. باي لايت بيركشن ايه النورمال؟ ان الجست كله ريزونانت ما عدا حتتين الابر بوردر اوف ذا ليفر والبير اريا اوف ذا هارت. ايه الابنورمال؟ ان انا الاقي دلنس في اي حته ثانيه في الشيست غير الحتتين دول، او الاقي الحتتين دول اللي هم لازم يبقوا دل الاقيهم ريزن. اتفهم؟ فيري امبورتنت. في ايه؟ خشوا 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 وقفوا جوه. لا خليها الدكتوره تقف. يبقى كده خلصنا بيركشن اوف ذا لانج.
نمبر 4 عندي percussion on special areas. هنا اهو هنا اهو كل واحد واللاين هقول ناحيه الثانيه اهو خش شويه هيك وافتحي لنا الباب عشان نشوف اللي بره زقي بس عليك بس خلاص سبيشال اريا هو انا عندي كام سبيشال اريا هنا ثلاثه نمبر 1 كرافت هبركاس ازاي على الكرافت هبركاس باي دايركت بيركشن على التلت اللي في النص لو قسمت كلافيكل لثلاث كلاف هات التلت اللي في النص وبركاس باي دايركت بيركشن هو ايه اهميه الكلافيكل انها تقع امام الايبكس اوف ذا لانج وراها الايبكس اوف ذا لانج فلما اخبط لازم تبقى ريزونانت لو لقيتها ضل يبقى في عندي مشكله في الايبكس اوف ذا لانج مشكله زي ايه يا تيومر اللي هي بسميها بانكوس تيومر خدناها في الباثولوجي اللي هي تيومر قد ايبكس اوف ذا لانج بانكوس تيومر يا كونسوليديشن زي في حالات مثلا التي بي وعامل لي كونسوليديشن في الايبكس اوف ذا لانج يا ماسس بلورال افيوجن واحد لغايه فوق وده ريل بخبط الاقيها ضل ادي اول اريا نعم في بعض الحاجات اللي في المنطقه اللي هو مش عارف العيال بيمسك الجلد كده وفرقه ونضرب في النص على الجلد يا حبيبي 1700 مره بقول انا مسؤوله على الكلام اللي انا بقوله فقط ماليش دعوه اي حد يقول اي كلام تاني كل واحد مسؤول على اللي بيقول واحنا نروح فين؟ عندك القدر قلت لك عندك باربرا وعندك هاتشنسون وعندك ماكلاود دول الريفرنسز بتوعك لو لقيت هذا الكلام مكتوب في اي واحد من دول روح ذاك خلصنا بس مش عايزه بقى تقعد تقولي مين قال لي اعمل ايه ومين قال لي اقف فين انا مال نمبر 1 كلاب نمبر 2 كرونيكس اسمس ايه كرونيكس اسمس كرونيكس اكس ده عباره عن مربع صغير خالص يقع فوق الايبكس اوف ذا لانج يعني فوق كتفك من فوق كده تحتيه على طول الايبكس اوف ذا لانج ايه الاناتومي بتاعه عشان اعرف اعمل عليه بيركشن قال لك هو مربع يقع في هذا المكان المربع ده يحد نقطتين ميديال ونقطتين لاترال نشوف النقطتين الميديال سهلين قوي النقطه اللي قدام على سترنو كلافيكولار جون اهي النقطه اللي ورا على السباين بتاعت السيرفايكال سبعة اعرف ازاي السيرفايكال سبعة قول العيال يوطي راسه كده هتبص في قفاه تلاقي كوره طلعت لك الكوره اللي طلعت دي هي سي سبعة خلاص في عينين بيطلع لهم كورتين هيبقى الكوره اللي فوق سي ستة واللي تحت سي سبعة يبقى النقطة اللي قدام سترنو كلافيكولار جون النقطة اللي ورا على سباينس بروسيس اوف سي سبعة عرفت سي سبعة ازاي؟ العيال اللي وطي هتطلع لك بقليلة ورا دي سي سبعة خلاص؟ امال النقطتين اللاترال دول ايه سهلين قوي النقطه اللي قدام تقع على الكلافيكل فين على الكلافيكل at the junction of the medial two thirds with the lateral third of the clavicle سهله junction of the medial two thirds with the lateral third of the clavicle امال النقطه اللي ورا تقع فين على السباين بتاعت السكابولا فين في السباين اعلى نقطه فيها يعني هتبص في ظهر العيان هتلاقي في عندك لوحه كتف اللي هو سكابيلا في سباين طالع بالعرض كده اعلى حته فيها حط عليها نقطه يبقى تكون لك هنا تكون لك هنا مربع صغير هبتدي البركشن في المربع ده اللي هو كرونيكس اسمس اجينست ذا فيرست رول اوف بركشن هي الفيرست رول اوف بركشن بتقول لي ايه؟ I must start from an area which is to detect an area which is هنا الدنيا بتتعكس الدنيا هنا ضيقه فهبتدي فين؟ صباعي يتحط فين؟ لازق في الماسلز اوف ذا نيك ميديال فاروح مخبطه اول خبطه دي ضل لان تحديد هنا الثيك ماسلز بتاعت النيك فاول خبطه لازم تبقى ضل يبقى انا كده هبتدي بضلنس عشان السك حته ضيقه This is against the first rule of percussion وهروح طلع ايدي بره سنتي واخبط دي لازم تبقى ريزون واروح مطلعها كمان سنتي واخبط دي لازم تبقى ريزون يبقى هنا كده ريزونين كرونيكس اسمس هو ده النورمال امال امتى الاقي دالنس لو انا عندي مشكله في الايبكس اوف ذا لانج زي ايه هم الثلاثه اللي قلناهم بتوع كلاف يا كونسوليديشن يا ماس يا ماس بلورال افيوجن
فاضل لي اخر مكان، اخر مكان خالص اللي هو سبيشال اريا نمره 3، وده قتلناه بحسن اللي هو تروبز اريا. تروبز اريا بقى مش هنقولها قلناها 100 مره قبل كده في الابدومن وايه وخلاص زهقنا منها. قلنا ده رومبس متوازي المستطيلات هنا يحده 4 نقاط. النقطتين اللاترال موجودين على 100 اكزيلاري لاين. النقطه اللي فوق الريف نمره والنقطه اللي تحت الريف نمره 11. النقطتين الميديال اول نقطه فين؟ مكان الايبكس اللي هو في ليفت انتركوست سبيس 100 كلافيكولار لاين. النقطه اللي تحت على الايه نمره 8 كوست كونترال جامب. هتكون لك هنا معين. ابتدي البركاشن بتاعي من النص، اخبط الاقيه ريزونال، اطلع فوق لو لقيت دارنس جايه لي من فوق تبقى جايه من اللانج والبلورا والبلورال افيوجن، عشان كده بعمل له بركاشن في اللانج. واخبط من تحت لو لقيت دارنس من تحت يبقى جايه من جي اي تي. واخبط يمين لو دارنس يمين يبقى ليفر، شمال تبقى سبلين، عشان كده تروبز اريا بعمل لها بركاشن في الابدومن وفي الشيست. كده خلصت البركاشن. هقول هنا قاعدة مهمة قوي عايزاكم كلكم بصين لي، بصوني وبصوا على التخت. القاعدة اللي هقولها هنا هقول عكسها بعد الأجازة لما اشرح الكاني. All percussion of the chest is done by light percussion ما عدا حتتين upper border of the liver and percussion of the lung from the back because muscles of the back are thick muscles. دي قاعدة عشان نقول عكسها بالظبط في الكارد. يبقى كل البركاشن في الشيست عندي باي لايت بركاشن ما عدا حتتين الابر بوردر اوف ذا ليفر والبركاشن اوف ذا لانج فروم ذا باك. فاضل لي الاوسكالتيشن. فرفرتو؟ لا مفيش فرفرتو؟ لا اسمعها ما سمعتش. فرفرتو؟ نكمل؟ بص فاضل 10 دقايق، انتوا وراكوا ايه؟ وراكوا ايه؟ وراكوا ايه؟ 10 دقايق، 10 دقايق. هقول لكم ليه؟ هقول لكم ليه؟ هقول لكم ليه؟ كتباني خلاص، كتباني خلاص. هقول لكم ليه؟ عشان يبقى خلصنا تشيست النهارده يوم الاربع اجيب لكم ثلاث حالات تشيست. يبقى كده خلصنا تشيست بالريفيجن بتاعه. يبقى يو هاف جوت اونلي ذا كارديو بعد الاجازه. طب هخليهم سبع دقايق، مش هزود عن سبع دقايق. خمسه بقى ده. نعم. ماشي. هما مش في دكتور هاني موجود؟ خلاص اقوم بالواجب عنك. خلاص مش دكتور هاني تحت؟ خلاص اسكتيش. هطلع السماعه بتاعتي واحطها على الشيست وهسمع. اول حاجه هسمعها صوت النفس الطبيعي لو هو داخل وهو هو خارج. And this is what I call breath sound. اول ما ابتدي اعلق كلكم بقول لك ايه اسكتيتي يا دكتور في الامتحان الشيست. روح حاطط لي سماعه كده وساكت وعامل لي نفسك مش عارف جابص كده. رحت قايل ايه؟ في عندي ويد. طبعا this is completely wrong. بنعلق اول ما بنعلق على النفس النورمال وبعدين تشوف لي ايه الاديشنال ساوند زي في الكارديو. بتقولي الاول الهارت ساوند اللي هم النورمال لابد اب وبعدين بتقول لي في ميرمرز ولا اديشنال ساوند ولا لا. يبقى بقول ايه النورمال وبعدين بشوف ايه الاديشنال ساوند. ايه البريس ساوند؟ ده صوت الهواء داخل وهو خارج. هو ايه النورمال؟ النورمال ان انا اسمع الانسبيريشن كلها واول تلت من الاكسبيريشن لازق في الانسبيريشن. يبقى اسمع ايه؟ اسمع ده النورمال. This is called vesicular breathing. امال ايه الابنورمال؟ حاجتين. ان انا اسمع الانسبيريشن كله ده النورمال ولازق في الاكسبيريشن ده نورمال بس الاكسبيريشن طويل. And this is what I call harsh vesicular او vesicular with prolonged expiration.
يشركوا في الامتحان. كل علاج الكرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز عندك هارش فيزيكولر بليدنج، ولما تسال يعني ايه هارش، ما هوش صوت خشن ولا صوت مش عارف متنيل، هو اكسبيريشن طويل بس. يبقى اسمع ايه؟ هسمع بينما النورمال، يبقى هسمع كل اكسبيريشن ولازم فيه اكسبيريشن طويل، وده بتاع كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز. امال ايه الابنورماليتي الثانيه؟ ان انا اسمع الانسبيريشن كله ده طبيعي، واسمع الاكسبيريشن طويل، ادي اول ابنورماليتي. وفي جاب في النص مش سامعه فيها حاجه، والكاركتر بتاعي هولو. دي الثالثه. هولو يعني ايه؟ يعني كانك بتنفخ في ماسوره. This is what I call bronchial breathing. يبقى ايه هو البرونكيال بريدنج؟ ان انا في ثلاثة حاجات abnormal. The expiration is prolonged. عندي جاب بين الانسبيريشن والاكسبيريشن. الكاركتر بتاع الصوت اللي اسمعه هرب. يبقى اسمع جاب. خلاص؟ This is what I call bronchial breathing. ايه البرونكيال بريدنج ده عشان تتخيلوه؟ حط السماعة في ودنك وحط السماعة على التراكية وتنفس. على التراكية او two main bronchi. ده نورمال برونكيال بريدنج. موجود نورمال فينا كلنا في التراكية والتو مين برونكاي فقط. لو حسيتوا او سمعتوا في اي حتة تانية في الشات this is abnormal. يبقى البرونكيال بريدنج نورمالي بسمعه على التراكية والتو مين برونكاي فقط. لو سمع في اي حتة تانية يبقى في عندي مشكلة. خلاص؟ يبقى عرفنا دلوقتي ايه التاس ده النورمال، والاثنين دول abnormal. ده prolonged expiration بس، harsh vesicular breathing او vesicular breathing with prolonged expiration. ده bronchial breathing في ثلاث حاجات abnormal. normal البرونكيال بريدنج يتسمع على التراكيه والتو مين برونكاي، الابنورمال يتسمع في اي حته ثانيه. خلاص؟ حالات الكرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز كلها هتندرج تحت هنا. harsh vesicular breathing. امال البرونكيال بريدنج ده بيتسمع فين؟ نفس الحكايه، هواء محشور في حته مقفوله، يبقى اسمعه على كافيتي. اسمعه على كونسوليديشن. خلاص؟ طيب انا جيت حطيت السماعه في حته يا عم، وانت جيت كده قلت لي يا دكتوره ده هاش فيزيكولر بريدنج. جالك عمرو الثاني قال لك ايه ده عمرو الاولاني ده مش فاهم حاجه ولا بيعرف يسمع، يا دكتوره ده مش هاش فيزيكولر بريدنج ده برونكيال بريدنج. هما الاثنين هيتخانقوا مع بعض. مايكل مايكل جه قال لهم يا اخوانا انتوا ليه هتتخانقوا؟ طيب انا هقول لكم حاجه معينه، تيست معين اسمه فوكال ثواني ما بعرفش اسكت فوكال ريزونانس تيست. ايه الفوكال ريزونانس تيست ده؟ هكتب لكم هنا في الحته دي فوكال ايه الفوكال ريزونانس ده تيست بعمله. لو لقيت التست ده موجود يبقى ده برونكيال بريدنج. لو لقيت التست ده عملته لقيته مش موجود يبقى ده هارش فيزيكولر بريدنج. قلنا له يا مايكل ايه هو الفوكال ريزونانس ده؟ قال لك ده بينقسم الى ثلاث حاجات. نمبر 1 ويسبر ستوري ليكوي. الله ايه الويسبرنج فيكتوري ليكوي ده؟ هحط ايدي على الحته اللي هو قال فيها انها برونكيال بريدنج واقول للعيان قول ويسبر. نورمالي لو اي حد فينا نورمال ما عندوش برونكيال بريدنج وحطيت ايدي كده وقلت له قول هتحس الصوت ده كان البني ادم ده واقع في بيه بيموت تحت الارض. اوكي؟ والصوت بعيد ومش واضح ومش ديستينج وبالعافيه بتحسها بعد. الراجل بقى اللي عنده برونكيال بريدنج وعنده هواء محشور في حته مقفوله الصوت ده هيتضاقم، فلما يقول احسها انا بايدي كلير اند ديستينكت. ده اول تيست. مش ممكن بالسماعه التيست كده
حطها بالسماعه ماشي. هو هي سوري هو هي بالسماعه سوري انا اسف. انت صح شاطر شاطر. اول مره تاني مره قلت حاجه كويسه برضه النهارده. خلاص يبقى نحط السماعه الحته دي ونحس هسمعها بودني كانها كلير وما كانوش ده واحد بيموت او بيفار. التست التاني حاجه اسمها برونكوفوني. هو الميكروفون مايكرو عشان صغير وفون عشان بيضخم الصوت فبتكلم فيه صوتي بيعلى. هنا برونكوفوني برضو حاجه فوني بتضخم الصوت. يبقى هعمل ايه؟ هحط السماعه على نفس الحته اللي عليها الخناق واقول للعيان قول 4 4 بالصوت الطبيعي لا تزعق ولا توشوش. لما هيقول 4 4 اي حد فينا هنقول 4 4 ونحط السماعه هسمع ال 4 4 دي اوطى من الصوت اللي طالع من بقه. لو انا عندي التست ده بوزيتيف هحط السماعه على الحته اللي عليها الاختلاف واقول قول 4 4 هسمع الصوت ده بالسماعه اعلى من الصوت اللي طالع من بق البيشنت. بالعكس ده بيقول لك انك حتى لو حطيت السماعه بعض الكتب كاتبه كده بعيد عن الشيست هتسمع الصوت معرفش ازاي بالسماعه من كتر ما هو هتحسه عيني. احنا خلينا في الاولانيه يبقى نحط السماعه على الاريا دي واقول البيشنت بتاعي يقول 4 4 هسمع الصوت لاود اند فيري كلير اعلى من الصوت اللي طالع من بقه. فاضل لي اخر تيست نمر التلاتة اللي هو اسمه ايجوفوني. ايه الايجوفوني ده؟ نيزل تون اوف فويس يعني صوت معيزي. يعني 4 4 دي هسمعها 4 4 نيزل تون اوف فويس. ليه؟ فيزيكس اي دونت نو. يبقى لو انا عندي دي برونكال بريدنج يعني ايه برونكال بريدنج؟ يعني عمرو جه سمع فيها براند اكسبيريشن وجاب وهالو كاركتر شك انها برونكيال بريدنج. عايزه اتاكد هعمل الثلاثه دول. هجيب السماعه احطها على الاريا دي واقول للعيان بتاعي قول هسمعها واضحه. طيب يا عمنا اقول 4 4 هسمعها عاليه اعلى من اللي طالع من بقه. هقول له طب قول 4 4 اسمعها 4 4 خلاص. طبعا ايه من الاول في نفس العيان طبعا يا نهار اسود. يبقى من اول 4 4 اسمعها 4 4 لقيت الثلاثه تيست دول موجودين يبقى عمرو هنا اللي صح وعمرو ده اللي غلط. لقيتهم مش موجودين يبقى ده هارش بيتيكولر وعمرو هنا اللي صح وعمرو هنا اللي غلط. انا قلت يا بنتي هي هتبقى من الاول معيدي وعالي بس انا ما بقتش يا جماعة يا جماعة وهو بيقول 4 4 هتطلع 5 واعلى من الصوت الطبيعي بس انا ما اقدرش اشرح نقطتين في نقطة فشرحت كل واحدة لوحدها. الذكاء نعمة. نخش بقى في الاديشنال ساوند خلينا نروح. اخر حاجه خالص الاديشنال ساوند اللي انا هسمعها في الشيست عليا اديشنال ساوند في الشيست. يا نهاري عليكم ثلاث حاجات بس يا اخوانا. نمبر 1 رونكار. الرونكاي هي تزييد الصدر. لو حسيتها بايدي اسمها ويزل لو سمعتها بالسماعه اسمها رونكاي. تزييقه يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا لما بحب اصفر واطلع الصوت ده بعمل ايه؟ سجلت انا راجل مجيش عايز نخلص اكبر طلع. لما بحب اصفر بعمل ايه؟ بقلع. هي مره واحده هقفل واعمل خور يطلع منه الهواء يصفر. يبقى لو انا عايزه الهواء يصفر اضيق المسافه. ربنا خلق البرونكيال تري بدايمتر معين بيمشي فيه الهواء داخل وخارج ما يطلعش صوت وده من نعمه ربنا. تخيل حضرتك بقى لو انت عندك الدنيا دي ضيقت والهواء داخل وخارج بيصفر. لا هنعرف ناكل ولا نشرب ولا نتحرك ولا ننام وهنتجنن في الاخر.
فمن نعم ربنا ان الهواء يخش عامل الدنيا بدايمترز معينه، سبحان الله الهواء يخش ويطلع ما يطلعش صوت. لو الواحد جه عيني ومن كتر الكحه حصل له برونكوسبازم، الدنيا ابتدت تضيق، الحته اللي الهواء معدي فيها هتضيق، يبقى الهواء هو داخل هو خارج هيطلع صوت، بنسميها صفاره، احنا بنقولها تزييقه صوت. يبقى انا عندي الضيق بتاع مجاري الهواء ده بيتم لسبب من اتنين، يا حصل برونكوسبازم يا حصل سيكريشنز اتكونت جوه فضيقت مجرى الهواء، سواء ده او ده الاثنين هيضيقوا الحته اللي ماشي فيها الهواء هيطلعوا لي برونكاي. في بعض المنتحين يسالك يقول لك ايه، طب تفرق يا دكتور ازاي بين البرونكوسباز والسيكريشنز؟ هتجحح العيان كح، لو كح هيطرد البلغم، تيجي تسمع المكان اللي كان فيه ويزز راحت، يبقى كده ده كان سببه سيكريشنز، لو فضل يبقى ده سببه برونكوسباز. خلاص طيب، يبقى الرونكاي due to ان الدايمتر بيقل او في سيكريشنز، يبقى في صوت بيطلع. قال لك الصوت اللي بيطلع ده اسمه رونكاي. الرونكاي دي ليها انواع، بفرق بين الانواع دي بحاجه اسمها بيتش. ايه هو البيتش بالعربي؟ هو حده الصوت. لما اقول لك الحريم صوتهم كلهم هاي بيتش، يعني ايه؟ يعني حاد مسسع. الرجاله لا مش ايه في سسع اكتر من كده، ايه الرجاله صوتهم كله غليظ. يعني ايه غليظ؟ يعني ايه اقل حده، لو بيتش يعني تخين. كل صوتهم ماشي. نفس الحكايه هنا، عندي الرونكاي نوعين، عندي سيبلنت، شوفوا رقيق ازاي، سيبلنت ده زي الحليب هاي بيتش، البيتش بتاعته هاي يعني حاد، يعني ايه رفيع. ده صوت العربيه. والسونورس ده زي الرجاله، يعني ايه؟ يعني لو بيتش، يعني تخين، يعني يبقى ملوش دعوه خالص يا اخوانا بعلو الصوت. اصل انت تيجي تقول لي ايه؟ ده صوت عالي وده صوت واطي، سوري. ممكن يبقوا هما الاثنين واطيين وهما الاثنين عاليين، بس واحد ايه والتاني يبقى عندي السيميلنت ايه لو بيتش رفيع، السونورس لو بيتش تخين. خلاص؟ يبقى سيميلنت هاي بيتش رفيع والسونورس لو بيتش تخين. ادي اول فرق. في فرق تاني؟ ده بيتسمع فين اكتر وده بيتسمع فين اكتر؟ بالمخ. السيميلنت اللي هو ارفع، اللي هو حاد، بيتسمع اكتر في البريفري اللي هي ضيقه قوي، طبيعينا طبيعيه، واتضيقت كمان ولا في السنتر اللي هو اوسع شويه من البريفري؟ في البريفري. يبقى السيبلت تتسمع اكتر في البريفري، بريفري اوف ذا تشيست، بينما السونورس تتسمع اكتر ناحيه السنتر. هو السنتر اتضيق برضه وبقى بيطلع صوت، بس مهما اتضيق اكيد اوسع من البريفري، لان البريفري كانت اضيق في الاصل من السنتر. خلاص؟ يبقى السونورس يتسمع جوه اكتر والسيبلنت يتسمع بره اكتر. دول الفرقين بين السيبلنت والسونورس. في كتب تانية كاتبة صف تاني، صف التالت ده لو ما اتسألتش عليه ما تقولوش، لان مش كل الناس عارفاه، فما تفتحش لنفسك فواتير. اسمه بوليفونيك. ذو البعد التاني. ايه البوليفونيك ده؟ الاثنين مع بعض، ناس عندهم سيبلنت وسونورس الاثنين مع بعض. لو ما اتسالتش في نوع ثالث يا ابني تعرفه، من فضلك ما تفتحش بقك عشان ما تسمعش ما لا يرضيك، لان مش كل الناس عارفه ده. يبقى اساسا الرونكاي سببها ان الهواء بيعدي في حته ضيقه، الضيق ده يا برونكوسبازم يا سكريشنز، افرق بينهم بكحح العيان. خلاص؟ نوع الصوت اللي بيتسمع ايه؟ حاجتين، يا سيبلنت يا سونورس. السيبلنت هاي بيتش بيتسمع في البريفري، السونورس لو بيتش بيتسمع في السكر. نعم. ممكن الاثنين في نفس الكيس. يعني المفهوم ان افرقهم يعني عدنا رونكاي خلاص. لا هتتسال انواع الرونكاي ايه؟ كلينيكال يعني عدنا. هتفرقهم كويس قوي، واحد ايه والثاني مش قصدي هيفرقوا معايا يعني. لا اله الا الله. كلينيكال يفرقوا. تسمع بقى. حلو قوي. وهو هيفرق معاك الليفر 3 فينجرز ولا 5 فينجرز ولا 6 فينجرز؟ ما هو هيباتو ميجن. احنا بنتعلم كلينيكال. وانا فارقه معايا انت محمد ولا محمود، ما انتوا كلكم رجاله.
لكن واحد يطلع حلو زي الفل والتاني يطلع يفات له بلاد. خلاص يبقى دي الرونكار. ايه الصوت التاني يا جماعه اللي انا اسمعه اديشن في الشيست؟ كريبيتيشن. يبقى نمبر 2 كريبيتيشن. ايه الكريبيتيشن دي؟ قلنا ايه الكريبيتيشن؟ قال لك ايه؟ قال لك بص. قال لك ايه؟ قال لك الكريبيتيشنز دي طقطقه وبقلله. مش فهمنا. قلنا يعني ايه؟ قال لك الكريبيتيشنز دي يعني بقلله. قلت له يعني ايه بقلله؟ قال لي يعني لما انت واحنا كلنا عيال صغيرين اطفال اول ما دخلنا حبينا مثلا نتفسح في حته، فمامي كانت راضيه عليك فجابت لك عصير او بيبسي حطيته في كوبايه، جابت لك شاي ليمون اللي هي الشفاطه وقالت لك اشرب. كلنا بدل ما نشفط عملنا ايه؟ نفخنا. طبعا انت هتقول لي انا شفاط. لا كلنا نفخنا بما فيهم اي حد. فلما جينا نفخنا طلع هوا جوه الميه عمل ايه؟ بقلاله. بق 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 بقلاله. فديس سكون بقلاله اللي هي كريبيتيشن. يبقى هوا داخل بيبقلل في ميه. ها؟ يبقى دي اول تعريف اللي هي هوا داخل بيبقلل في ميه. اذا فهي بقلاله. جات ناس قالت لنا لا هي مش بقلاله هي طقطقه. قلنا يعني ايه طقطقه؟ قال لك طقطقه دي يعني كل ديوتو ذا باثولوجي اللي موجود عندي في الشات الاير ساكس كلها مقفله. ليه؟ في ديزيز. الهواء هو داخل على الديزيز اير ساكس المقفله بيفتحها. فلما تتفتح بتطقطق، اذا فهي طقطقه. قلت له على راسي يا حبيبي، هل هي بقلاله او هي طقطقه؟ الاثنين والهواء داخل. يبقى الكريبيتيشنز لازم تبقى انسبايرنج. يبقى يا عندك سكريشنز كتير قوي في الشست زي البلمونري قديمة اللي هو داخل بيبهلل فيها، اوكي؟ يا عندك ديزيز في الشست عامل مشكله في الاير ساكس واحنا داخلين بنفتح. قال لك ايه انواع؟ مش عايزه كلام برضه. قال لك ايه انواع الكريبيتيشنز دي؟ بقى بتتقسم على اللاودنس، على الانتنسيتي، على علو الصوت. فبالتالي عندي مقسمه ثلاث انواع، الفاين والميديم سايز والكورس كريبيتيشن. دي بتتقسم على حسب علوها. الفاين دي واطيه خالص، انا مسكت الناس خالص، بحط سماعه واسمع فاين كريبيتيشن. الميديم سايز صوت اعلى شويه. الكورس صوت عالي خالص، بتبقلل، بتتسمع اساسا من غير سماعه زي في حالات البالمونري ايديما. العيال يقول لك ايه؟ هي از دراونينج ان هيز اون سكريشنز، اوكي؟ صدره مليان طق 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 طق، اوكي؟ يبقى دي الكريبيتيشنز. وعرفنا لازم تبقى انسبيراتري، بينما الرونكاي ممكن تسمع انسبيراتري ممكن تسمع اكسبيراتري، لكن الكريبيتيشنز لازم هوا داخل يا بيبقلل يا بيفتح، فلازم انسبيراتري. فاضل لي اخر اديشنال ساوند خالص هكتبه في الحته دي اللي هو الرب. رب جريتي هارش ساوند يعني ايه؟ ش ش ش شرحته قبل كده. رب يعني عندي حاجه انفليم بتحك في حاجه انفليم يطلعوا لي صوت الرب. انا عندي دي اللنج، اللنج حوالينها او محوطها البلورا. البلورا ليها تو لاير، الفيسرال والبارايتال. الفيسرال لازق في اللنج والبارايتال بعيد. لو حصل لي انفلاميشن في البلورا هاجي اخد نفسي، لما اخد انسبيريشن اللنج هتبقى انفليتد، هتطلع الفيسرال بلورا تروح حكه في البارايتال بلورا يعملوا لي الرب. انا حطيت السماعه، حطيت ثلاث كلمات على الحته دي فوق الهارت، سمعت رب. عايز اعرف هل دي بلورا الرب ولا بريكارديا الرب؟ اعرفها ازاي؟ برافو عليك. هقول العيان وقف نفسك، لو اختفت الرب يبقى دي جايه من بلورا لان، لو فضلت الرب زي ما هي يبقى دي بريكارديا الرب. دي اول حاجه بتسيبوا فيها مهمه قوي. في نقطه ثانيه ان البلورال رب بتبقى accompanied by local tenderness. It is one of the causes of tenderness في الشيست. فلو انا اتكيت بالسماعه على الحته اللي فيها رب العيان هيتقلب.